بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وحان ربني إنان هل كان كو قبانو لبا كلمة أو قاقابا أو كسابسا أشعرية أما الأشاعرة مذهب واحد أو هل عقيدة مكليه ومرك أن لين أشعرية وحس واقبان إي مقبان هرت أشعرية هل لهم مذهب واحد في العقيدة عقيدة مسائش عقيدة ووين أصوشة وأيكو خلاف سيهن دتك أيك كدوان أيكو خلاف سيهن إيه هرت مسكوا فقسيهن تاسان روائنا المركة افتيمية وحير الأشعرية طبعا وحيقوا أبتر سلان أما مقعة أما نسبة داسي وحيقوا أبتر سلان الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل البصري الأشعري ويعني غلدي أشعريين تو كمدها نسبهان إساقا أيه أبتر سلان marka isaga xaaladii ugu dambeysay maxaa u madhab ahaa oo u caqiide ahaa maxaase dadkii isaga ka dambeeyey ee madhabka ashcariyada ama caqiidada ashcariyada lagu bartay ee waaweyn ee a'imada ku noqday iyaguna maxaa u madhab ahaa intaas markaan horta ogaano ayaan waxaan gelaynaa goorma marka isbeddel ma ku dhacay caqiidadaas mase kuma dhicin kitaabka alibana layira ee uu leeyahay abulxasan alashcari oo culummo badan ay u nisbeeyeen khilaafna uunan jirin kitaabkaas nisbadiisa bal intii difaacday sida abulqaasim ibni casaakir sida uu kan uu ku difaacayna uu isagaba yahay ibaanaha waxa uu yidhi baabuu sameeyey wuxuu yidhi baabu lkalaami fi lwajhi waalcaynayni waalbasari waalyadayn wejiga iyo labada gacmood alla inuu laba gacmood leeyahay weji inuu leeyahay laba indhood leeyahay arag uu leeyahay arkitaan ayuu baab ka dhigay markaasuu wuxuu u hormariyey adiladii naqliga ahayd oo wuxuu yidhi qaala allahu tacaala kullu shayin hadi كل شيء هالك إلا وجهه وقال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وحوير فأخبر أن له وجها لا يفنى وجها بابئين إنه ليه الله شيء ولا يلحقه الهلاك هلاك نؤنن هليلين وقال عز وجل تجري بأعيننا وقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأخبر عز وجل أن له وجها وعينا لا يكيف ولا يحد إنه وجهي إن ده اللي هي أن لقابينين اللي قاب من قال أنه قاب كذا من أن لو شيئين أن لحذينين نحد أن لو ييلين وقال عز وجل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال ولتصنع على عيني وقال وكان الله سميعا بصيرا وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى adiladaasuu sheegay markaasuu wuxuu yidhi wanafat iljahmiyatu jahmiyadu waxay anfisay oo ay diiday an yakuuna lilaahi wajhun ilaahay inuu weji leeyahay kamaa qaala sidoo isaguu yidhiba wejigii alle uu sheegtay jahmiyadu waa ka anfiyeen alle wa afdalu an yakuuna lahu samcun wa basarun wa caynun maqal arag il inuu alle leeyahayna waa ka anfiyeen waa ibdaaliyeen arrintaas ووافقوا النصارى نصارى يوافقين بيقول لأن النصارى محايا للنصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلهي ما أين نصغ سوى سميع بصيرا إلا على معنى أنه عالم سميع بصير وعالم بلغ وضع بينه معنى هذا وكذلك قالت الجهمية يونا ساسين ففي الحقيقة قول الجهمية أنهم قالوا نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير على غير معنى عالم أنبوكو إمانا وكذلك قول النصارى نسيذا سوائي طيب
وقالت الجهمية جهمية ودنوحي دهان إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له ولا بصر وإنما قصدوا إلى تعضيل التوحيد إلى جهمية بمرك هذا الكود وهلك مرك أو كجحد لي كدب وحويري فإن سئلنا هدينا للسؤال عشان كرب وما لهن هدينا للسؤال أتقولون أن لله يدين إذنكم لا يسان هدينا له إلهي لا وقع موذو ليه قيل وحال لها يا بير نقول ذلك ها وردهينا وقد دل عليه قول الله عز وجل قوله عز وجل أيانا تصيد الله فوق أيديهم وقوله عز وجل لما خلقت بيدي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده الذي مر القرآن كي سنة ذي أدليش ذي إلهي قعن ملايا هدينا لرده هاي رهينا بير طيب إلى مركة فثبت حوير مركة فثبتت اليد قعنتي مركة واسقناتي وقوله عز وجل لما خلقت بيدي هي قولك الله آية داس وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده إلى آخره مركا دنب يده مبسوطة تاني بوكاني كلتا يديه يمين بوكاني مركا سوى آيدي لأخذنا منه باليمين وليس يجوز في لسان العرب مركا بعد وحويري لغة عربتك مبنانا ولا في عادة أهل الخطاب يددك أهل الخطاب كعهدذو أن يقول القائل قفك إنه عملت كذا بيدي شيء سوان سمي قعنت إذا كنت سمي إنه يراهذ ويعني به النعمة نعمة أو كوض اللغة العربية يتخاطب كمأهن وليه نعم تأويل كي مركز جهمية أو يد إن قدرية نعمة يلغو شاقنا وأجيدان وردينا وديدها طيب إلى مركز أو لصيب دوضي وركوذا أنت أسمرك وحايتهاي إبانها لا سداسا إبانها أبو الحسن الأشعري كجرت باقلاني أنا وإمانات صالح الله بعد وإمامه أسون أشاعر هذا مركز اللي يراد آد وين أو أبو بكر الباقلاني الساقة كتاب كيس اللي يراد تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل صفحة الله بقول سياشا إيشان وحاوير فإن قال قائل قف دوره فما الحجة في أن لله عز وجل وجها ويدين محاد دليل وإلهين وجه إلا بقع مدليه قيل له قال لها يا قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأثبت لنفسه وجها ويدين وقال لنفس ديس أصغي فإن قالوا مركو حير دهان فما أنكرتم محادكو إنكرتين أن يكون المعنى إنه معنه النقض في قوله خلقت بيدي أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أرنت محادك ديدين إن سلا الله فسره حد الله له مركاب جوابتي وبحنا مركعبار بعد وحوير يقال له محال رهي هذا باطل لأن قوله بيدي يقتضي وحوكين يا إثبات يديني هما صفة له لا بقع موت إلهي صفوا أبي تركيب كاس آيات أوكينا فلو كان المراد بهما القدرة دي مرادك وياها القدرة لوجب أن يكون له قدرتان لا بين قوله قدرة وأنتم فلا تزعمون إذن كلفتي إن مؤول ذا فلا تزعمون ما شيء جيسان مك أن دعونا يسان أن الباري سبحانه للباري سبحانه قدرة واحدا إلهي إنه هل قدرة ليه فكيف يجوز أن تثبت له قدرتين سير لبا قدرة مركة إلهي أدوسه إيسان وقد أجمع المسلمون ومسلمين توحيكو إجماعين من مثبت الصفات والنافين لها كو صفات كالصغي يكو الديدي لبضبة وحيكو إجماعين على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان إلهي إنين كبنانين لبا قدرين وليه لا إله إلا قدرتي سماهن مكوس سال الله وكم كوبنا طيب فبطل ما قلتم مركوركي إنه وبادل ونقضي إليه لما خلقت بيدي بقدرتي ما بلا فسير كلام عند أحد ما كانوا شيء يسون آيات ودليل شذي صفة اليد وجه ودليل شذي هذا أنا صفة إنا يتهايو شيء تأويل كين ودي نعم
labadii imaamba hadda taasaan ka haynaa. kitaabka marka tamhiidu yani baqilaani tamhiidu lawaa'il wa talkhiisu dalaa'il alira waa matbuuc safxada 295 hala jeegareeyo qofku inuu wax fiiriyaa fiican. ayib ibaanaduna baab waayeba baabu babaabeeyeyba wejiga iyo yani labadayadii alle subxaanahu watacaala. ayib marka hadday arrintu sidaa tahay, hadday marka ilaa baaqilaani raggii yani abulxasan alashcari abubakar albaaqilaani hadday sidaan min qudamaa ulashaacira hadday sidaan qabaan oo sifaatu daadka ay sugayaan wejiga iyo ay ka mid tahay sifaatu daatiya sifa ahaan ay ilaahay ugu sugayaan, maanta marka maxaa bedelay taas? ashcariyada madhab kale oo kaas khilaafsan oo kan hadda ay abulxasan iyo baaqilaani radinayaan madhab ma ka dhigteen mise kama dhiganin? iyadana waxaan fiirinaynaa marka kutubaha. markii uu yimid abulmucaali aljuwayni, abulmucaali aljuwayni ayaa baroosinka la dhigtay agtiisa, asaga ayaana waxa uu bilaabay laba shay: adilla naqliya, horta inaan sideedaba la deliishanin aladilla naqliya, macnaha qur-aankii xadiidkii iyo inaan loo xujaysanin masaa-ishan tilmaamaha ilaahay iyo waxyaabahaas ku tacalluqo, inaan manhaju listidlaalkii abulxasan iyo baaqilaani uu ka leexday asaga. ayib tan labaadna waxay tahay sifaatkan ay sheegayaan isaga marka waxa uu yidhi waa sida ay ayagu radinayaan ay ka soo horjeedaan ayuu u qariray. kitaabadiisa kitaabu lirshaad aan soo qaadanaa, kitaabka la yiraa alirshaad ee uu leeyahay caqiidada ah ee uu leeyahay abulmucaali aljuwayni safxada 185 187 waxaan ujeedaa cafwan 161 waxa uu yidhi waama alaxaadiiu alatii yatamasakuuna biha, axaadiidta ay qabsanayaan uu yidhi fa aaxaadu laa taqdi ila alcilmi, waa axaadiid aaxaad ah cilmi ma keenayso, ma xukumayso cilmi. walow adrabnaa can jamiiciha, kulligeed haddaan ka jeesanno lakaana saa'iqan, uu yidhi waa bannaanaa lahayd, laakinnaa nuumiu ilaa ta'wiili maa duwina minha fi lsixaax, laakiin kuwa bukhaari iyo muslim ay wariyeen xoogaa waxa uu yidhi iyaga ta'wiilan ku dayeynaa. faminha xadiidu nuzuul, xadiidu nuzuulka ka mida yanziilu rabbuna yanzilu llahu tacaala ila samaai dunya iyuu keenay, kuway halkaas oo kale saxiixa iyo ku jiro. ayib isagana marka halkaasi sidaasuu marka wuxuu ku tilmaamay sideedaba in marka axaadiidta iyo adiladan oo naqliga ah in dhinac layska mariyo marka baabkan la taqriirinayo. abulxasan iyo baaqilaani iyana adiladaas adilay ka dhiganayeen, maxaa u daliila marka la yidhaahdo kaas ayay tilmaamayeen. ayib waxaa kaloo iyadana risaala nidaamiya hadalka uu ku yidhi alcaqiida anidaamiya baabu baabeeyo la yidhaha baabun fi samciyaat, samciyaadka ku saabsan waxa uu yidhi anna almacluumaati tanqasimu ila alcaqliyaati waalsamciyaat, macluumaadku caqliyaad iyo samciyaad ayay u qaybsamaan. famaa kaana macquulan, wixii macquul ah, wajada alcaaqilu lahu thalajan fii nafsihi, caaqilku qalbigiisa wuxuu uga nafsadiisa dhexdeeda qabow iyo inshiraaxa uga dareemaa, wainshiraaxan fii qalbihi, wamaa talaqaahu min asamci, wuxuu samciga ka qaatay oo qur-aankii iyo sunnadii waa samcigii fa huwa gayru murtaabin fiihi, ma lagu shakinaayo yidhi, walaakinahu laa yajidu min nafsihi thalaja aladii yajiduhu min almacquulaat, laakiin qalbi qabowga iyo qalbi inshiraaxa uu ka helaayo macquulaadka ma ka helaayo yidhi. kan ujeedaa marka manhaj waxaa weeyaan marka nusuustii marka si laysaga dadbaayo. aamidi isagana aan soo qaato kitaabkiisa ghaayatul maraamka,
صفحات بقول صدن إلى بقول صدن يسديد تحقيق حسن محمود عبد اللطيف وحويري وما ما قيل بثبوته من باقي الصفات لحد تضبط صفة مركا لقرر بصفات المعاني وحي صاهري وحي للصغي أو سويتان كود الشيء فالمستند فيها ليس إلا المسموع والمنقول وحلو عسك ذواء كلية وحويري أدلة مسموعة ونقل أدلة سمعية نقلية وقرآن سنة بس الله عسك ذي دون قضيات العقول الله معسكنن والمستند في الوجه وجهه وحالله عسكذير ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي اليدين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وفي العينين فإنك بأعيننا إلى مرك أو شيء مرك أدلة بدن أو شيء كويالك أسأل الله عسكذير مرك مرك أسوح ويري واعلم أن هذه الظواهر نصوصا ظواهر تيدا ظواهر تان وإن وقع الاغترار بها إنك لو كتسومي لو كتسوم أي دعضي بحيث يقال بمدلولاتها وحيث تسيس يا لهيا ظاهرا من جهة الوضع اللغوي أي كتسيس والعرف الاصطلاحي ساسا لو كتسومي فذلك لا محالة وحير انخراط في سلك نظام التجسيم حال نحجل مركز نظام كتجسيمك والدخول في طرف دائرة التشبيه تشبيهي دائرة ذي سينة درف كذا لقلا وسنبين ما في ذلك من الضلال وعضيد دون نايري وفي طيه من المحال إن شاء الله بل الواجب أن يقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير فإن قيل مركها دين الله بأن ما دلت عليه هذه الظواهر من المدلولات وحان نصوص تانحي تستيم مدلولاتك وأثبتناه بها من الصفات أن سقني صفاتك ليس على نحو صفاتنا وحان لأنه إلهي بان صفة وقدقينا صفات كأننا مشبه ذو ولا على ما نتخيل من أحوال ذواتنا بل مخالفة لصفاتنا وبخلاف سنتها كما أن ذاته مخالفة لذواتنا سيدا ذات ذيسو ذات ذين أخلاف سنتها وهذا مما لا يقود إلى التشبيه تجسيم كي تشبيه أنا أرنت أسمك ينيسو أدان لهنو ولا يسوق إلى التجسيم نمكو مؤكحين يسقفك وحيرف هذا وإن كان في نفسه جائزا ورين كستو إسكبنايها أرنت أسمك لكن القول بإثباته إلا الصغبة من جملة الصفات إن لغو الدراء أو لغو الصغو يستدعي دليلا قطعيا ورطين صفة لغت لغ إلهي لغت لغ دليل قطعي وباهي وهذه الظواهر ظواهر تانا وإن أمكان حملها على مثل هذه المدلولات إن كستو الوحن باركر مدلولات كاس فقد أمكن حملها على غيرها غير كيدنا الوحن باركر والأويل كراوي وتأويلك أبو الحسن باقلان الديدين ومع تعارض الاحتمالات احتمالات كدائس عارضان وتعدد المدلولات فلا قطع قطع يا ماشك بحايا وما لا قطع عليه من الصفاتنا لا يصح إثباته للذات وحنا دائما قطع كسوغنا ما بلا سوغايس إذن مركز صفة أهان إلا سودي ديهنا وولي بقرآن يحديث الوصو قرآن كينا وحوليه الدلالة دي سو قطعي الثبوت هذا لكن دلالة دي سو قطع ما واحتمالات يكيني هذا الكاسنا مركا وحق استدلالك جوين نواع رقنا أمي الدواء كان سيدوك على إرشادك بقول لحن يكو جوين وحيرو أما الحديث كان وآخرين وأما الحديث التي يتمسكون بها حديث أي قبسان آيان فأحد لا تفضي إلى العلم ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا لكن نومئ إلى تأويل ما دون منها في الصحاح وآخري كان عقيدا نظاميا وركي أكويري وآخري يذنى طيب تفتازاني شرح النفس النسفية وحيري إن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات في باب الاعتقادات وركو ذي مركة حقا أصنا منهج الاستدلال وحلقا سيكمرين إذن أشاعر ذان أبو المعالي الجويني كسوى باللابطو منهج الاستدلال كواكو خلاف سيهين أبو الحسن الأشعري أبو بكر الباقلاني طيب